بتدل على الانفلاماتوري في المكان ده، بيكون ايه متصل باللوب باك بين او اكتف ستيج بتاعت اللوب باك بين. تايب 2 دوت بيكون مش كتير قوي متعلق باللوب باك بين، لكن بيدل على ان في بايو كيميكال ستابيليتي. تايب 3 ما نعرفش نستفيد فيه الفكره بتاعتها. ده برضه نفس الكلام. يعني برضه من الحاجات الثانيه المهمه ان انا عندي بون مارو تشيف، هل ده ينفع بوتنشال ديفوز ولا لا؟ في الام ار اي دي مهم، ان عندنا فوكال فيرتيبرال باني ابنورماليتي هايبر 10-1 وهايبر 10-2 اهم الحاجات. هتكون في اكيوت فراكشر بلو ارتفاكت الاورطه والفيليك ارتريت انفكشن بون مارو فاسيلتيتات المستاتس برايمري بون تيومر زي هيومن فوما وقصه ساركوما، او عندنا موديل تايب 1 جينيك تشينج، او لما اجي احقن جرانوسايت كولوني سيميليتد فاكتور، دي حاجات اللي بتتعمل. فهنا اهم حاجه في دول اللي هو عايزين هنشوفها اللي هي الانفكشن. لما اجي في الانفكشن دياجنوزيس حالات اللي انت كنت تبقى ديسك انفكشن اللي فرقها عن البون مارو تشينجز، هنلاقي في بالانفكشن في فرتبرا مارو قديمه، في كونتراست انهانسنج للفرتبرا اند بليد، بريزنس اوف سباينال ايبيديورال انفلاميشن وكوليكشن اوف فلويد. في هنلاقي في كلينيكال بريزنتيشن في اللاب اشوفها واشوف كل الكلينيكال دي. دول برضه اذا كان في ريسوسايت سيجمنتيشن ريت والسير اكتف بروتين، ده طبعا هيفرق لي اذا كان ليا موديك تشينج او ليا انفلاميشن او انفكشن. تاني حاجه برضه في الانفكشن دايجنوزيس فوكال فيرتيبرا بادي ابنورماليتي وذ هايبر انتنس اون تي 1 اند هايبر انتنس اون تي 2 الانفكشن دايجنوزيس فات ايلاند فاتي ريبليسمنت فولوينج راديشن او موديك تايب 2. الحاجه الثالثه فوكال فيرتيبرا بادي ابنورماليتي هايبر انتنسيتي 1 هايبر انتنسيتي 2 فات ايلاند في، او ممكن برضه في حالات لما يستخدم الفاست سبين ايكو او حالات الهيمنجيوم. شكرا. عندنا الستيم سيلز عشان نكون البلاد سيلز، عندي تو تايبس من الستيم سيلز، عندي هيموفيتيك ستيم سيلز وليمفوفيتيك ستيم سيلز. الهيموفيتيك ستيم سيلز بيتكون ار بي سيز وايت سيز وبليتد. الليمفوفيتيك ستيم سيلز دي بتسيب فور مره وبتروح على الليمف نودز والسبلين عشان تكون التي والبي ليمفوسايتس. بنكون البلاد فين؟ في عندنا خطين انتاج، عندنا مضلل واكسترا مضلل. المضلل هو الريد مارك، الاكسترا مضلل هو الليفر والسبلين والبريفرتبرال هيموبيتيك تيشو. تحت حته الريد بتاعت المارو من سن 1 ل 20 سنه كل السكيلتون بما فيه الاكل السكيلتون الابندكلر سكيلتون، الاكل سكيلتون محطوط به السكال والسباين والديربيك بونز، والابندكلر سكيلتون محطوط بها الابر لينك واللور لينك. كل الاجزاء الابنديكولار سكيلتون عباره عن ريد مارو. في بدايه من سن 20 سنه بيبدا الريد مارو بيقل وينحصر الى الاجزاء سكيلتون والبروكسيمال هيموراي اند هيموراي زي ما قال الدكتور عمرو. بيبدا يحصل عندنا الريد فات مارو كونفرجن. فات مين ده؟ ابنديكولار سكيلتون. ده الاضافه بتفكر من نفس الصوره اللي وراها لنا الدكتور عمرو، ان الريد مارو انحصر بس في الاجزاء سكيلتون عباره عن الفرتيبري والبلفس والبلفس.
الخليات لغايه ما ينحصر على البروكسيما سيمرز والاتسكريتون المتمثله في التلبس. امتى بيحصل عندنا اكسترافازر هيموكويسيس؟ في سن 21 سنه يبقى موجود لسه في الليفر والسبلين، بيوقف بعد 20 سنه، يبقى ري اكتيفيتد مع الانكريز ديماند، ويبدا يحصل عندي فات ريد مارو كونفيرجن. زي ما حضراتكم شايفين ان هو في السن الصغير كل الاجزاء السكيلتون وكل الاسباين عباره عن ريد مارو. فالريد مارو عباره عن سيلز تظهر هاي وانتنس في ال تي 1. لما تبدا يتحول الريد الى فات يبقى يبدا السيجنال انتنسيتي بتاعت البون مارو تقل من تبقى من هايبو انتنس الى مور هايبو، يعني تبقى ميد واي هايبو تو هايبر انتنس. ده النورمال ابيرنس بتاع الريد مارو في الاسباين، ودي بعض التشينجز اللي هي حصلت مع الديجنريتيف تشينجز بتاعت الديسكات في الحاله دي. يعني هنا هو دون سيجيتال تي 1 والبون مارو بدا يبقى هايبر انتنس، يبقى معنى كده ان بدا يحصل فيه فات ديجنريتيف فات ريد كونفرجن. ده طبعا النورمال ابيرنس بتاعه. ايه الكلاسيفيكيشن بتاعت البون مارو؟ يبقى عندنا حاجات بناين وعندنا حاجات مالجنة. الحاجات البناين اكتر حاجه بتهمنا في الراديولوجي الهيموريتيك انيميا والسيكل سيل انيميا والهيستوسايتوزيس والماستوسايتوزيس واخرس. المالجنة ديسوردرز اللي هي بتحصل على كل سيرس بتديني مالجنة ديسوردر شكل. الار بي سيز لما يحصل فيها مالجنسي تديني حاجه اسمها بوليسايسيميا روفرا فيرا. الواي بي سيز لما يحصل فيها مالجنسي تديني اللوكيميا. الليمفوسايت تي والبي ليمفوسايت لما يحصل فيها مالجنسي يحصل تديني الليمفوما. البلازما سيل تديني سينجل او المالتيبل مايلوما، والبليتس تديني حاجه اسمها ثرومبوسايسيميا. لو كل السيرز دي يعني اتاخدت وحصل فيها ميتابليزيا يديني الصوره الاخيره من الماليجنسي هي مايلويد ميتابليزيا او مايلويد فايبروزيس. الهيموليتيك انيميا زي ما بنقول لحضراتكم ان احنا بنتعامل مع دايناميك ديسيز، يعني ماشيه في ستيجز. الستيج الاولانيه بيحصل بون مارو هيموليسيس، نتيجة ليها يحصل بون مارو هايبر بليز. الهايبر بليز اللي هتعمل ديستراكشن دي كونترا ديفري ويحصل معاها كورتيكال سيني ومعاها اكسترا مضاده هيموكويسس في الصوري والهيباتوس كلين اوميجا والبريفا تيمرا سورت تيشو ماسل. لما بيبدا يحصل عندنا بالانس يبدا البون يسترجع الوضع الطبيعي بتاعه ويبدا يحصل هيلنج للكونترا ديفري ويحصل عندنا كورتيكال سيجنال. في الايرلي ستيجز زي ما بقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل عندي؟ كورتيكال سينينج في اكسبانشن للبون مارو. ليتر اون يتكون عندنا بريفرتيبرا سوفت تيشو ماسس ويحصل زي البالانس، مع البالانس يحصل فيه سكليروزس للكورتيسس، سكليروزس في البون مارو. كأن الصوره دي في بدايه الديسيز والصوره دي ميكشر في بعد مثلا ثلاث او اربع سنوات. الميكشر اللي هو حصل اكسترا مضاده هيموكويسيس والوقت اللي حصل فيه بالانس. السيكل سيل ديسيز اكتر كومبليكيشن بتعملها في الاسباين ان هي تعمل لفاسكولار نكروزيس، ونتيجه لفاسكولار نكروزيس بتديني الفرتيبرا بتاعنا. الهيستوسايكوزيس الاسم الثاني بتاعها الديموفيليك انجيلوما، دي تعتبر بناين ديسوردر، احيانا بيبقى اجريسيف لما ما هياش مالجنت، بتيجي في الاطفال الصغيرين. المشكله كلها ان بيحصل ابنورمال بروليفريشن او انكريز في البروليفريشن بتاع الهيستوسايتس. الهيستوسايتس بتبدا تعمل مايجريشن لكل البودي اورجانز بما فيها الدرين بما فيها البون بما فيها الليفر والسكرين بما فيها النيوفينوس. لما بتعمل بروليفريشن دوت بتبدا تديني الديتك افكتس والهيباتوسفيرين اوميجا، تعمل بالمنظر الانفلترس وتديني احيانا المنظر
زي المنظر بتاع التي في في الشاشة. على مستوى الاسباين دايما بيجي في الاطفال الصغيرين تبتدي اساسا باوستيوليتيك بون ديفكت زي ما حضراتكم شايفين بيتكون في فيرتبرا نمره ثلاثه. الفيرتبرا اللي تحت منها بدات برضه يبقى فيها ليتك ديفكت واللي تحت منها نفس الكلام مع ديكريس في بوندنس. ده نفس الكاتيجوري ثاني او عيان ثاني. ده الابيرنس بتاعها جنرالايزد ريديوسد بون دنسيتي نتيجه للابنورمال بروليفريشن بتاع الهيستوسايت عمل انفلتريشن لكل البون مارو بتاعت الفيرتبرا بونز. الفيرتبرا دي كانت سيئه الحظ حصل فيها كولابس وكومبريشن كولابس. ده المنطق بتاعها في السي تي بيبقى عباره عن سوفت تيشوماس وديستراكشن للفيرتبرا بونز. طبعا تثبت الديفرنشال دايجنوزس معانا في حاجات كتير. سهل المهارة دي رأس بتاعها طبعا النورمال سيجنال اللي حضراتكم شفتوها في اول الديكشر ديفيوز اتغيرت خالص عدد الديكشر بتاعته اصبحت هيتروجينوس والفرتبرا دي انحصر فيها كولابس. دي حالة تانية في السيجتال تي 2 ظهرت هايبر انتنس سيجنال في السيجتال تي 1 ظهرت هايبر انتنس ولمح انها اخذت انهانسر. تعتبر حالة شبيهة برضه دي. الماسل سيتوزيس من الحاجات اللي هي بناين برضه وبرضه عبارة عن abnormal proliferation للماسل سيلز. العيان بيجي بإيه؟ بيجي بحاجة اسمها ارتكاليا بيجمنتوزا. الماسل سيتوزيس مشكلتها عندنا في حاجة إن هي بتديني سكلوروتيك بون ديفكتس. سكلوروتيك بون ديفكتس دي بنخاف إن هي تكون ميتاستاسيس. المنظر ده حضراتكم شفتوه اللي هو ديفيوز انكريز في البون دنسيتي وده هيدخلني في الديفرنشال دايجنوزيس تاني. اكتر ديفرنشال دايجنوزيس يحصل فيه الرينال اوستيو ديستروفي والهايبر باراسايتوزيس والماسل سايتوزيس. ممكن يديني البادجت الصوره دي ممكن بس ما يبقاش معاه البادجت يبقى بيجيش معاه هون اكسبانشن. اللوكيميا طبعا من الاماكن اللي هي محبب ليها ان هي تاخد الدريفر بتاعة الابنديكولار بون على اعتبار ان هم دول الريجونز اللي ستيل فيهم هيموبويتك اكتف سيلز. ستيل الاسباين في الريد مارو فبالتالي بتديني ليتك بون ديفكتس في الفرتبرا. طبعا البون مارو ان هم بلاقي بقى هيتروجينوس في دون التي 2 دون التي 1 ودون التي 1 ويز كونتراست. الاجزاء اللي حصل فيها لوكيميك انفلترز ستيل هايبر انتنس. الاجزاء اللي لسه في البون الجلديه بتبقى هايبر انتنس. السنجل مايلوما ابنورمال بروليفريشن دي بلازمتس عاده بتبدا في فيرتبرا واحده تعمل ديستراكشن دي بعد 5 سنوات او 10 سنوات بتبدا تعمل ديفيوز انفلتريشن لكل السباين والابنديكولار سكيلتون. ده هو المنظر بتاعها في البرين اكس راي بتظهر كولابس فيرتبرا او فيرتبرا بتاعها. في السيجيتال تي 1 بتظهر هايبر انتنس سيجنال مع كولابس فيرتبرا بوز. بقيه البون مارو كله اصبح انفلتريتد ولاك للايموشنال سيجنال انتنسيتي بتاعت البون مارو. ودي فائده ان حضرتك تحفظ المنظر النورمال بتاع المارو على طول لما تبص على الابنورمال تقول ان ده ابنورمال. ليدنج بون ديفكت اخذ الفيرتبرا بوتي فور ديفرنشال دايجنوز. ده المنظر بتاعها لما بقت ديفيوز كل الفيرتبرا بوديز اصبحت انفلتريتد بما فيها الفيرتبرا بوديز والسباينس بروسيسز بتاعتها حصل كورتيكال سينج او انفلتريشن لكل الفيرتبرا بدات يحصل فيها كومبريشن كولابس.